متأخرا 3 أيام عن موعده، صدر أخيرا البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي تم عقده في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. البيان عكس انقساما بين أعضاء المجموعة حيال العديد من القضايا، في مقدمتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وجاء فيه أن العديد من الأعضاء أدانوا بشدة هذه الحرب وأعربوا عن رأيهم بأن الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنها روسيا دون استفزاز تضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي. وبحسب المعلومات فإن المواقف تراوحت بين المعارضة الشديدة للحرب من قبل عدة دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا، وآخرون كانوا أقل وضوحا في وجهات نظرهم مثل الصين والهند. وإلى جانب الحرب الأوكرانية، شكل الوقود الأحفوري مصدرا آخر للقلق بعد قرار أوبك بلس الأخير بخفض إنتاج النفط، حيث تم تسليط الضوء على هذه الاختلافات في البيان. يأتي بيان مجموعة العشرين قبيل أسابيع قليلة من انطلاق القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات المجموعة الشهر المقبل في منتجع بالي الإندونيسي. ينضم إلينا من إسطنبول محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ علوش، أهلا وسهلا بك. الاستجابة للأزمات الاقتصادية إذن هو الهدف الأول لهذه المجموعة، مجموعة العشرين. كيف ستؤدي هذه المهمة في ظل الانقسام الحاصل بين وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية؟ بداية مساء الخير. هذا ما يفترض أن يكون هناك تعاون بين مختلف دول العالم، لا سيما الاقتصادات الكبرى، حول مسألة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليا، التحولات المناخية، السياسات المالية وغيرها، إلا أن هذا الأمر لا يبدو واقعي على الأرض. من الواضح أن الصراع الروسي الغربي يعني انعكس بشكل كبير على عمل مجموعة العشرين، وهذا الأمر متوقع لأنه مجموعة العشرين هي عبارة عن نادي يضم تقريبا أو يضم يعني 20 اقتصاد في العالم. هذه الدول لديها هويات جيوسياسية مختلفة عن بعضها البعض، على عكس مجموعة السبع التي هي يعني بطبيعة الحال نادي للاقتصادات الغربية السبعة. وبالتالي من الطبيعي أن نشهد تأثر مجموعة العشرين بشكل أكبر بهذا الاستقطاب الدولي. بطبيعة الحال هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على يعني عمل مجموعة العشرين، أو على الأقل الأهداف المطلوبة من مجموعة العشرين لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات العالمية، أيضا مسألة التضخم المفرط الآن، مسألة التحولات المناخية، مسألة أمن الطاقة وغيرها. كل هذه الأمور يبدو في الحقيقة لا يوجد تعاون فيها. ما لاحظناه في بيان مجموعة العشرين الذي يفترض أن يكون يعني بيان يخرج بعناوين واضحة لكيفية مواجهة التحديات العالمية، كان أشبه بشرح لمواقف الدول داخل المجموعة من الصراع الروسي الأوكراني. هذه الدول ستجتمع قريبا بعد أسابيع في بالي، كيف سينعكس هذا الانقسام الحالي على الاجتماع المقبل؟ طبعا سيكون له تأثيرات سلبية للغاية. يعني من الواضح أنه الآن التباعد أو الهوة المتزايدة في التوترات بين روسيا والغرب تؤثر بشكل كبير على عمل مجموعة العشرين. أيضا الانقسام داخل مجموعة العشرين نفسها، يعني نجد أن هناك بعض الدول التي لديها علاقات قوية مع روسيا وتريد الحفاظ عليها كالصين على سبيل المثال، هناك بعض الدول الأخرى التي تحاول الموازنة في علاقتها بين روسيا والغرب، الهند، المملكة العربية السعودية، تركيا، وأيضا هناك دول أخرى، دول غربية بطبيعة الحال هي تتبنى موقف متشدد تجاه روسيا. وبالتالي هناك حالة من الاستقطاب الكبير داخل مجموعة العشرين حول الموقف بين روسيا. بتقديري هذا الاستقطاب سيعرقل إلى حد كبير أن يكون هناك دور في هذه المرحلة لمجموعة العشرين على الأقل لمعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصادات العالمية، ضرورة التعاون بين الدول من أجل وضع سياسات مالية متناغمة مع بعضها البعض، من أجل مواجهة جماعية لمشكلة التضخم العالمي الآن التي تهدد معظم الاقتصادات العالمية. بطبيعة الحال لا نرى على أرض الواقع تعاون في وضع السياسات أو في صياغة السياسات المالية والاقتصادية بين دول مجموعة العشرين أو أغلب دول مجموعة العشرين لمواجهة هذه التحديات. أعتقد بأنه يعني مع الأسف الصراع الروسي الغربي يؤثر بشكل سلبي وكبير على التناغم في السياسات المالية والاقتصادية داخل مجموعة العشرين. طيب أستاذ علوش، هل تعتقد أن التدابير التي تم إقرارها بهذا الموجز، مثلا تدابير للحفاظ على القوى الشرائية للدول الأكثر ضعفا، تشديد السياسة النقدية، الحد من التداعيات، هل هذه كافية أمام الأزمة الاقتصادية الهائلة التي يعيشها العالم؟
لا، بطبيعة الحال هذه الخطوات غير كافية على الإطلاق، يعني ممكن أن تكون أو أن تقدم بعض المساعدة للدول المتضررة بشدة من الآن الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لكن معالجة هذه الاضطرابات الاقتصادية العالمية يستدعي معالجة المشاكل الأساسية الآن التي تغذي هذه الاضطرابات. يعني على سبيل المثال الصراع الروسي الغربي يؤدي إلى تدهور أسواق الطاقة بشكل كبير، وبالتالي لا نجد أن هناك تعاون على سبيل المثال بين هذه الدول لضمان أمن الطاقة أو إمدادات الطاقة، لا بل على العكس نجد بأنه صراع الطاقة الآن بين روسيا والغرب هو جوهري الآن في هذا الصراع. الأمر الآخر يعني مسألة الصراع الروسي الغربي طبعا ساهم بشكل كبير في تفاقم الأسعار الغذاء العالمية الرئيسية، وبالتالي من دون أن يكون هناك تعاون بين دول مجموعة العشرين من أجل إعادة ضبط أسعار الغذاء العالمية التي تؤثر بشكل كبير على معظم الدول الفقيرة في هذه العالم، لا يمكن أن نتحدث عن إجراءات يمكن بالفعل أن تشكل تحول في مسار الاضطرابات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا. طيب، يعني أشرت إلى موضوع التناغم ربما في السياسات المالية والاقتصادية، ما يتعلق بالتناغم في حل أزمة الطاقة والتعامل مع هذه الأزمة كيف تصف اليوم، لا سيما وأن الحكومات الأوروبية ضيف الكريم بدأت تواجه ضغوط من في الشارع من المواطن الأوروبي بأن لا يكون الدعم لأوكرانيا على حساب حرمانه وفقدانه يعني استخدامات الطاقة؟ يعني دعنا نكون واقعيين، في الحقيقة المشكلة ليست فقط بين دول الشرق والغرب حول الموقف من روسيا، رغم الوحدة التي موجودة الآن داخل المجتمعات الغربية حول يعني الوحدة في مواجهة روسيا، إلا أنه يعني هناك خلافات بطبيعة الحال بين داخل أوروبا نفسها حول سبل مواجهة روسيا. بعض الدول متضررة للغاية من العقوبات المفروضة على روسيا ولديها مصالح موجودة مع روسيا، هذا ما نلاحظه من خلال حزم العقوبات التي في كل مرة تفاوض عليها دول الاتحاد الأوروبي، ونجد هناك خلافات بين دول يعني تدعم سياسة متشددة أو عقوبات متشددة تجاه روسيا وأخرى يعني لا تؤيد هذا التشدد في العقوبات. الأمر الآخر يعني حتى هناك مشكلة بين الدول الغربية والدول التي تريد أن توازن في علاقاتها بين روسيا والغرب. على سبيل المثال المشكلة النفطية التي اندلعت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هي تعكس في جانب آخر كيف أن الدول المنتجة الرئيسية النفط باتت متضررة بشكل كبير من هذا الصراع وتسعى إلى حماية مصالحها النفطية بالدرجة الأولى. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أنه تستغل الصراع الروسي الغربي حاليا من أجل فرض قواعد جديدة في تسعير أسعار النفط العالمية بما يلائم مصلحتها ويضر في نهاية المطاف بمصلحة المنتجين الرئيسيين. لذلك كل هذه الأمور في الحقيقة تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في العلاقات الدولية إن داخل المجتمع الغربي نفسه أو بين الشرق والغرب أو بين الدول الغربية والدول التي تسعى إلى أن تكون أو أن يكون لديها موقف متوازن بين موسكو والغرب. يعني بالضبط هذه النقطة ربما بدأت أنت إثارتها قبل سؤالي. سيد علوش، عندما بدأت الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان هناك إجماع واضح من قبل الدول الغربية أوروبيا أمريكيا وحتى في الكثير من دول آسيا ربما باستثناء موقف صريح ربما للصين، ولكن على مستوى العالم كان هناك نوع من إجماع ضد روسيا بأنه تخطت حدودها وإلى يعني القصة التي كنا نعرفها بتنا نعرفها جميعا. ولكن يبدو الآن كما ذكرت أنه هناك بدأ هناك ربما بعض المآخذ ضد الدول الأوروبية من شعوبها، خصوصا أنه الكثيرين بدأوا يروا أنه في استغلال أمريكي في هذه المرحلة، وهو ما سمعناه على لسان ماكرون، يعني عندما كان يقول للأمريكيين نحن نريد هذا الغاز ولكن أنتم تسعرونه بشكل غير منطقي. وإذا يعني بدأت بدأ هذا الامتعاض الشعبي الأوروبي بدأ أيضا يظهر على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الحكومات والرؤساء. هل هذا سيكون الأساس لزيادة هذا الشرخ بين دول العشرين وهو ما تعول عليه روسيا ربما في هذه المرحلة لإحداث فرق في هذه التحركات أو في هذه الحرب؟
يعني من الملاحظ في بداية الحرب عندما كانت الإجراءات الغربية تقتصر على عقوبات غربية مباشرة على روسيا من دون أن تكون هناك عقوبات ثانوية يمكن أن تضر بالدول الأخرى، وأيضا كانت الإجراءات تشمل على محاولة عزل دبلوماسي لروسيا على المسرح العالمي، لم تكن هناك صعوبات تواجه الدول الغربية في حشد العالم من أجل التضامن مع أوكرانيا. لكن عندما وصلت الإجراءات الغربية إلى حد يؤثر بشكل كبير على المصالح الاقتصادية لكثير من دول العالم، من الطبيعي أن نشهد أو بدأنا نشهد بالفعل أن بعض الدول تحاول أو تظهر ردة فعل تجاه السياسات الغربية فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني. وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس لأن هذه الدول تفضل أن ينتصر الرئيس بوتين في هذا الصراع أو تدعم أوكرانيا، ببساطة لأنه لديها مصالح اقتصادية متضررة للغاية الآن من هذا الصراع، وهي تعتقد بأن الدول الغربية تحاول أن تفرض قواعد جديدة في الاقتصاد النفطي، في الاقتصاد العالمي وغيرها أيضا. لذلك من الطبيعي بتقديري أن نشهد بأن اليوم دخلنا في مرحلة فعلا هي مهمة جدا في تقييم إذا كانت الدول الغربية قادرة بالفعل على جعل روسيا تدفع تكلفة كبيرة على صعيد العزلة الدبلوماسية وعلى صعيد الوضع الاقتصادي. ما يبدو الآن بأنه الوضع أصبح مناسب بشكل أكبر للرئيس فلاديمير بوتين، هو يعتقد أو يرى بأنه هذه الخلافات بين الدول الغربية والحلفاء في مناطق أخرى حول سبل مواجهة روسيا حول النفط وغيرها هي تساعد بطبيعة الحال الرئيس فلاديمير بوتين. قرار منظمة أوبتك بلاس مؤخرا، ورغم أنه يعني السعودية تقول أنه لديه هو دوافع اقتصادية بحتة دفعها إلى دعم المنظمة لخفض الإنتاج، لأنه بنهاية المطاف الرئيس بوتين سيستفيد بشكل كبير من هذا القرار ومن خفض الإنتاج، وهذا الأمر سيساعده على مقاومة أكبر للعقوبات الغربية وحماية صناعة النفط التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير هذه الصناعة بالنسبة لروسيا. نحن أمام استقطاب بتقديري كبير جدا. الأمر لم يعد يتعلق فقط بالموقف من روسيا والغرب، نحن نتحدث عن تضارب مصالح واسعة بين مختلف العديد من الدول، حتى داخل النادي الواحد، حتى داخل الدول الغربية، حتى داخل التكتل الذي يصنف بأنه صديق للغرب في مواجهة روسيا. أستاذ زعلوش، كان سؤالي الأخير حول كيف تستفيد روسيا من هذا الوضع، أظنك أجبت على هذا السؤال. شكرا جزيلا لك، الباحث في العلاقات الدولية. شكرا. كنت معنا من إسطنبول.